مرحبا جميعا، حلقة جديدة من مستر تك أخبارية. الصوت شوي قريب، ماشي. انفلونزا بتصير بعد شوي، حنعرف كل شيء، أخبار تقنية جديدة وفي منها غريبة بعد شوي. مرحبا جميعا، إيهاب سالم، حلقة جديدة من مستر تك. أخبار التقنية اللي معولين عليها بتطلع كل يوم تنين. خبرنا الأول مع ببجي وبالتعاون مع كنتاكي، عاملين شيء جديد بتعاون جديد. شفنا مؤخرا كثير من التعاونات اللي عم بتصير من قبل ببجي وشركات تانية. شفنا بعد رمضان صاروا عاملين شيء مع مسامير، وهلا كمان شيء جديد كليا. فمحبين ببجي دائما كل شيء اخبار جديده بتكون اولا على مستر تك. حذر الاتحاد الاوروبي شركه ابل انه حتستعملوا تايب سي فيما بعد بكل هواتفكم او تابلت او شو ما كان، ولكن انتبهوا حتستعملوا اي تايب سي موجود، ما تقولوا انه رح يكون بس من شركه ابل. هاي اخر اخبار طلعت واسمناها كاشاعات. طلعت ابل قالت انه ايه رح نستعمل تايب سي ولكن تبعنا. الاتحاد الاوروبي ما قبل. خلينا نشوف وين ممكن توصل الاخبار والنزاع مره جديده بين شركه ابل والاتحاد الأوروبي. جوجل أخيرا حيتم وضع علامة زرقاء حد الإيميل تبعك تبين أنه أنت الشخص اللي بعت مظبوط الإيميل. هذا الشيء كله صار من بعد تويتر والشيء اللي عمله إيلون ماسك مع تفعيل العلامة الزرقاء اللي موجودة هون، صارت موجودة كمان مع جوجل. فإيهاب سالم، بعت لكم إيميل إذا في علامة زرقاء موجودة حد الإيميل معناته مظبوط إيهاب سالم هو اللي بعت الإيميل. هذه كلها حتصير وتفيد الأشخاص الإيميلات اللي بعدين بتجيكم كبزنس أو غير تتم أو يكون معروفين إنه معترف في هذا الشخص أو هذا هو الشخص المظبوط اللي هو باعت إيميل. أكيد نحن دائما بنقول الجيميل بيكون عنا حاطين رقم تليفون، حاطين لوكيشن، حاطين صورة، معلومات تانية بتخصنا، مش بس عاملين فيك إيميل وبعتينه. فهيدي حتكون أو حنشوفها أو حنشوفها قريبا مع جيميل. عامل تغريدة بتويتر ومش حابب كل الناس تشوفها. بيقول إيلون ماسك، أكيد لازم يكون عندنا خبر عن إيلون ماسك وعن تويتر، أنه فيما بعد بيحق لشخص مثل إيهاب سالم مثلا يكون عنده تويتر، حاطط تويت معينة أو عامل تغريدة معينة ناس تتفعله كرمال يشوفها. وبيعطي أمثلة تانية كتير عن الموضوع. أنا بلاقي أنه هذا الشيء طريقة تانية لأنه طلعوا مصاري ككونتنت كريتر، كصانع محتوى وكتويتر بنفس الوقت. لحد هلا ما تم اعتمادها كليا، وكنا سمعنا كثير اخبار عن تويتر ممكن يصير بعدين نشوف فيديوهات اكثر من ساعه، ولكن هيدي الاشاعه اللي تم الاعلان عنها هلا. خبرنا الثاني مع شركه Nothing اللي اطلقت هاتفها Nothing One السنه الماضيه تقريبا باخر شهر 7. طلعت كمان تيزر او شوية هيك اعلانات عم بتسوق لهاتفها الجاية الفئة المتوسطة الناثينج 2 مع صورة صغيرة. وان كنا متوقعين انه يضلون اخذين نفس الدي ان ايه مع طريقة الكتيبة مع طريقة الهاتف اللي كان انا بلاقيه كان رائع بهذه الفترة او بهذه الفئة اللي موجودة اللي هي حنقول ميد رينج تليفونات المتوسطة. ف قريبا حنشوف Nothing 2 بالأسواق العالمية وأسواق الخليج لأنه صاروا عندهم مكاتب بالخليج. جوجل بيكسل فولد أوفيشالي، شفنا الفيديو اللي أطلقته شركة جوجل. هاتف رائع وإن كان كتير بيشبه الهاتف اللي عم بستعمله هلأ، هو تقريبا نفس القياسات من دون ما اقول بتعرف مثلا اي تليفون عم بستعمل. القياسات صغيره، تساع بايد وحده. شفنا هيك التيزر تبعه، خلينا نشوف الفيديو مع بعض وقولوا لي رايكم اذا عم تحضروه عن طريق السوشيال ميديا عجبكم او عجبكم. هذا كان كل شيء مستر تك، اخبار تقنيه على السريع المره عن
قد ما فينا عم خليها تكون على السريع، بغض النظر انه انا صوتي رايح ومريض شوي. اذا عجبتكم الحلقه تنسوا اللايك، اشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس. بس عندكم اي سؤال تقني او اي موضوع حابين اذكره قولوا لي اياه بالتعليقات. وسلام.